السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله انا بخير. انا بس كنت عايز اسال الزوج الكثير التهديد بالطلاق المعلق، يعني اذا عملت كذا تكوني طالق. والله اراه احمقا. ما هو يعني ربنا يهديه بقى، بس انا دلوقتي مش عارفه يا شيخ، انا دلوقتي مطلقه ولا مش مطلقه؟ هو لازم يتفاهم معانا، يقول انا ما اقصد مثلا تهديده ولا ايه، لازم هو يتكلم. يعني هل قال لك أن تطلق عدة مرات؟ لا، هو قال إذا فعلت كذا تكوني طالق. كفارة يمين في التقعيد، لأن عادة المصريين جرت على أن مثل هذا الكلام يراد به طيب. التهديد أو الحس، ولا يقصدون طلاقا. ماشي، تفضل يا شيخ. الله يكرمك.